السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقه جديده من ماستر لي. قبل ما ابتدي، اللايك الاشتراك تفعيل زر التنبيهات، وصلوا هذا المقطع عشان ما تحبون من اللايكات. اليوم يا شباب هو اليوم اللي نثبت بيه انه الفريق ممتاز. صارت بالحلقه اللي راحت يعني شغلات غريبه الصراحه. خساره ضد ليفربول كانت مفاجئه على ملعبنا بالاولد ترافورد، شيء غريب. وايضا يا شباب تاثرات بالجمله لمانشستر يونايتد. عمار نطول كثير، اليوم عندنا اهم مباريات اكيد السيتي، ريال مدريد وتشيلسي. المباريات السهله راح اسوي لها سكيب، والفرهامبتون واستون فيلا، بس اكيد راح تكون بتشكيله احتياطيه. هاي التشكيله للمباراه الاولى، التجانس 79. الصراحه التجانس ضعيف. حلو، فزنا 1-0، احنا بالمركز الخامس، الله يستر. الفارق مو كبير على المتصدر، بس 4 نقاط، فنقدر ان شاء الله ناخذ الصداره وناخذ الدوري الانجليزي هذا الموسم باذن الله. جائزه الكره الذهبيه من نصيب زلاتان ابراهيموفيتش. والله غريبه يا شباب، احنا ما اخذنا دوري الابطال، لكن ابرا هو افضل لاعب في العالم. تياغو سيلفا بعد ما بيع، ليش بيع تياغو سيلفا؟ مستحيل. وهذه التشكيله راح ننزل بها ضد اوستون فيلا، هذه المره ابرا هو بس الاساس. حلو، 2-0، ونصعد للمركز الثالث، فارق نقطتين بس على ليفربول اللي صدر الدوري الانجليزي. شباب الاشتراك، الله الله، يلا يلا الكل ينزل يشترك بالقناه. اذا تريد تدعمني ادعمني بالاشتراك، اكبر دعم هذا تقدمه لي اكيد. هسه مباراه مانشستر سيتي بالدوري، لكن يا شباب السيتي مو من الانديه الخطيره، يعني شوفون السيتي بالمركز 13، ان شاء الله ناخذ 3 نقاط من عندهم يا رب. اوكي، التشكيله الاساسيه واغلب اللاعبين اللي جاهزين هم راح يكونوا الاساسيين. انيستا رجع من الاصابه، خلاص ما اعتقد راح اغير شيء بالتشكيله الصراحه، هي التشكيله اضبط تشكيله واضبط شيء عندي. بس لا تنسون عندنا مباراه ريال مدريد، احاول ان شاء الله اريح الدون، اريح ابراهيم، ممكن ميسي بالشوط الثاني. اوه، المباراه على ملعبنا، واخر مباراه كانت على ملعبنا ضد نادي قوي، كانت ضد ليفربول وخسرنا بيها. ان شاء الله يا شباب من هذه المباراه نستعيد الثقه بنفسنا، لان بعدها مباراه مصيريه تحدد مركزنا بدوري ابطال اوروبا. المركز الثاني معناته راح نواجه خصم قوي بدور ال 16. يلا صافره البدايه، افضل لاعب بالعالم هو اللي يبدي ويحرك الكره، زلاتان ابراهيموفيتش. لا يعني الخطأ من أوبلاك ولا من المدافعين، ما أدري يا شباب ليش بهالطريقة. شو دي بروين استلم صو، لا أوبلاك يتحمل. أنا برأيي أوبلاك، اكتب لي رأيك بالتعليقات. ميسي إبرا، يلا اضرب. الله 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 الله، فالفيردي تصويب، يا ولد، فالفيردي صايرة تصويباته حلوة. أوف، حلوه أوبلاك. انتهى الشوط الاول 1-0 لمانشستر سيتي. لا كره حلوه لكن ما كتبت يدون. شباب لازم اغير التشكيله شويه، لازم اضبطها. حولت التشكيله الى 4-2-4، ما اريد اخسر هذه المباراه، احنا جايين نريد نكسب ثقه، نريد نرجع نخسر ملعبنا، والله مصيبه. والسيتي يعني ادائهم ضعيف. رونالدو، امبابي، التعادل قريب، التعادل قريب. لا، اللاعب ابراهيموفيتش امبابي. اما نطلع بنقطة او نخسر ل3 نقاط. يلا 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 يلا، العب يا رونالدو. امبابي يلعب الى زلاتان، جول بالدقيقة 87، هدف التعادل. اريد انزل كافاني، ميسي، لياقته انتهت، خلاص انتهت المباراة بالتعادل ضد مانشستر سيتي. سيطرنا بس من فرصة واحدة وتسديدة ضعيفة من دي بروين، غيرت كل شيء يا شباب. للأسف انتهت المباراة تعادل 1-1. اعتقد اوبلاك هو اللي يتحمل الهدف. ليفربول تعادلوا، توتنهام تصدروا، لين فازوا وخلاص بالصدارة، الفارق بيننا وبينهم 3 نقاط. شوف الفارق يا شباب، من المركز السابع للمركز الأول 5 نقاط بس، أو 6 نقاط، 5-6 نقاط يعني بس الفارق يا شباب، شيء رهيب. يلا مباراة ريال مدريد ضد زيدان، المباراة اللي تحدد متصدر المجموعة، مباراة مهمة بالنسبة إلي. بس تشكيلة ريال مدريد غريبة، حتى بوسكيت تساعدهم، والله ما أعرف يا شباب. إذا لعب 4-4-2 بهذه المباراة، راح أفضل تياغو سيلفا على سانشيز. يلا، والمباراة بسانتياغو برنابيو على ملعبنا، إذا تتذكرون خطفوا هدف ريال مدريد بحظ يعني الصراحة، وفازوا علينا واخذوا 3 نقاط. هسه وقت الانتقام من زيدان، وقت الفوز واخذ الصداره ان شاء الله، ويا رب خصمنا يكون بدور ال 16، يعني خصم حلو ان شاء الله. جيسوس، لا لا، اوبلاك جاي يتاخر، والله جاي يتاخر بالقفز يا شباب، تصويبات سهله ما جاي يتصدى لها. اوبلاك والله ابيعك ترى، ها ركز. حكم فاول 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 فاول، ارجع للفاول ارجع. اوكي، هذه الكره خلينا نعطيها لليو. يلا يا ميسي، جول جول جول. لا يا ميسي، لا ليو، استلم استلم استلم. ميسي 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 الى زلاتان، لا ترجع ميسي. يا سلام، فالفيردي، فالفيردي من اللاعبين الرهيبين بالتصويب من بعيد. لا، هازارد هازارد، الله الله الله، جيسوس، حلوه اوبلاك. يا سلام، بابي، اسرع اسرع من فاران، اسرع من فاران يا ولد. امبابي امبابي امبابي، ابراهيم، كريستيانو، رونالدو، جول.
كيليان مبابي سوى كل شيء يا شباب بهذا الهدف، وصلت للدون حطها بالشباك، يا سلام على الدون. مبابي مر مرور رهيب من فاران الكابتن، والتوصل توصل 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 حلوه حلوه حلوه، رجعت لرونالدو، استلام على مارتين وصلها بالشباك. بس مبابي يا سلام، مبابي يا ولد يا رهيب، يلا 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 يا ولد رهيب كيليان مبابي، حطها يا رونالدو سجل. الله 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 الله، أبلاك اسطوري. خلنا نطلع ميسي، ننزل انسفاتي، جيسوس يا سلام حلوة، تصدي أوبلاك لكرة خيسوس، ثالث تصدي لأوبلاك. أوبلاك بس هددته قلت له أطلعك، خلاص بدأ أوبلاك يأدي. خيسوس كيف يلعب هذا الوانتو يا شباب؟ هذه النتيجة أهل ريال مدريد بالصدارة. نزلت كافاني بدل مبابي، وريده نيستا بعد يشارك. يا ولد لا، آية العارضة حلوة. كيميتش العب كافاني، كافاني سجل يا كافاني، آخر فرصة ممكن تكون إنه كافاني. إبرا خلاص خلاص يا إبرا، هذه كورتك هذه كورتك، ما معقول تضيع كورتك يا إبراهيموفيتش يا حبيبي يا سلام. هذا هو هدف الفوز يا شباب، الدقيقة 94 عن طريق السلطان زلاتان إبراهيموفيتش، أفضل لاعب في العالم. تغييرات حلوة، شوف كافاني وأنيستا صنعوا الهدف، تبديل أكيد ممتاز كان، وحلوة يا السلطان. خلاص انتهت المباراة، رونالدو هو أفضل لاعب بالمباراة، رونالدو حاول بس ما توفق بالدبل كيك خاصة. خلينا نشوف ترتيب مجموعتنا، احنا بالصدارة، ريال مدريد مركز ثاني. هذه باقي المجموعات على السريع، خلينا نشوف هل هناك اي سي ميلان طلع من الانديه القويه طبعا، هذه نوتنغهام بعده يا شباب قوي، نوتنغهام فريقهم ممتاز، يوفي غادروا يا حبيبي، برشلونه والسيتي اكيد يصدرون اثنيناتهم، يعني السيتي صدر على برشلونه. خلاص هسه نشوف مباراتنا يا من راح تكون، راح نلعب ضد ليل الفرنسي، اعتبرها مباراه حلوه يا شباب. ريال مدريد راح يواجه البافاري، تخيلوا لو احنا صرنا بالمركز الثاني كان واجهنا بايرن ميونخ، فاعتقد اقوى مباراه بدور 16 اكيد الريال ضد بايرن ميونخ، اتوقع الريال راح يخرج، صعب انه يفوز على بايرن ميونخ، تشكيلته اعتقد كانت متواضعة. هداف الأبطال هالاند 7، احنا عندنا مبابي عنده 5، رونالدو عنده 4، إبراهيموفيتش عنده 3، من هداف الدوري الإنجليزي هالاند 10 وإبراهيموفيتش عنده 7، إبراهيموفيتش لازم يركز شوية، أهداف أكثر لازم. هسه عندنا مباراة تشيلسي ضد توخيل بتشكيلة تشيلسي اللي تعتبر جيدة، طبعا هذه المباراة مهمة بالنسبة لي أيضا يا شباب، حد الآن ما خسرنا، تعادلنا مع السيتي، فزنا على مدريد، إن شاء الله نفوز على تشيلسي بنتيجة يا رب. للأخت ما جاهز، خلينا ننزل راموس، ينزل راموس ما عنده مشكلة راموس. مبابي عندنا ما جاهز اكيد راح ينزل فاتي اساسي، مارسيلو خليه يشارك، مارسيلو رهيب. فهذه تشكيلتنا يا شباب راح ننزل بيها ضد تشيلسي، يلا نزول لاعبين يا رب. يلا ابراهيموفيتش اريدك تسجل هواي، ابراهيموفيتش صراحه يا شباب الصراحه ما يستاهل يكون افضل لاعب في العالم، ما ادري انتم رايكم هل قدم شيء اللي يستاهل بيه يكون افضل لاعب؟ رونالدو يلا يا ولد، رونالدو يا سلام، هدف اول 1 2 مع زلاتان ابراهيموفيتش، 1-0 لمانشستر يونايتد، حافظوا على الهدف يا شباب. شوف استلام رونالدو، تمريره لإبرا، ترجع لكريستيانو، كريستيانو كريستيانو بالشباك، جول يا رونالدو. لا حلوه اوبلاك، راموس راحت كرة ابراهام، خطيره يا سلام، ايش والله تخليصه رهيبه، يلا يلا يا كيميتش، رونالدو رونالدو اضرب يا دون، اضرب يا كريستيانو، يا سلام ماكو احد امامه، وهدف ثاني. رونالدو جاي يتالق مركز قلب الهجوم، لازم اعتمد على التشكيله 4-4-2 يا شباب، او 4-2-4 او 3-3-4، يعني لازم يكون قلبين هجوم رونالدو وايضا ابراهيموفيتش، وانا متاكد مبابي اذا يكون قلب هجوم يكون افضل اداء. بالك لا أوبلاك، والله أوبلاك مشكلة الصراحة، وتغطية راموس كانت سيئة على بيدرو. انضرب دفاعنا والله غريبة، أنا هنا توقعت راح يصوب بس مرر مرر، فاجئني بالتمريرة الصراحة. رونالدو إبرا اضرب يا إبرا، يا سلام حلوة، ركنية 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 خرجت حلوة. الله 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 الله، شنو هذا يا شباب؟ إلا الريمونتادا إلا الريمونتادا، شباب 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 حلوة رونالدو، الله 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 عدون رونالدو إلى إبرا، ليش ما تقدمت برونالدو؟ خلاص راح أطلع فاتي أنزل مبابي، هي كريستيانو، الله الله العب الليو، هل يمكن أن يستغل الفرصة؟
ميسي ميسي ميسي، يا سلام يا حبيبي، رهيب 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 رهيب، 3-2، يا سلام على الليو المنقذ. وانا اتوقع راح يغادر ميسي بعد هذا الهدف لان خلاص لياقته انتهت. بس شوف الجول، شوف شلون حطها يا ولد، رهيب بالفعل، راحت لياقته يا شباب. فنزل كافاني، مبابي راح يلعب في هذا المركز، يلعب صانع العاب. لا حلوة أوبلاك، خلاص 0 يا حكم، 3 نقاط على تشيلسي من ستانفورد بريدج على ملعبهم أمام جمهورهم، 3 نقاط حلوة يا شباب. ليفربول فازوا، توتنهام فازوا، يعني يبقون بالصدارة توتنهام، ليفر مركز ثاني، احنا مركز ثالث، الفارق 3 نقاط على توتنهام. طبعا يا شباب وصلنا فترة الانتقالات، أهداف نصف الموسم، سويت سكيب 3 مباريات، هسه راويكم النتائج وخليكم تشوفون، لأن احنا صدرنا بالفعل يا شباب، صدرنا الدوري الإنجليزي الممتاز. طبعا الإدارة لحد الآن مقتنعة بأداء لامبارد، رغم أن بداية الموسم هددوني بالإقالة اذا ما جبت لهم دوري ابطال اوروبا، كثير من اللاعبين يريدون تجديد للعقود، فهذا الشيء راح نسويه ان شاء الله بالحلقه الجايه. بس خلينا نشوف منو اللاعبين اللي جونا شباب، جانا ستونز، جانا هذا يا شباب تشامبرلين، ما ادري هل اكو لاعب راح استفاد منه او عرضه على سبيل الاعاره، اكتبوا لي بالتعليقات. هذول ابرز اللاعبين، طاقاتهم 74 وال72 والكوت، وهذول اللاعبين اللي رجعوا شباب، روبن طبعا ما اريده، دوغلاس كوستا لا، راكيتيتش ما اريده يا شباب، اعتقد مودريتش المفروض هسه نلقاه، او رياض محرز، اوكي رياض يلعب بالسيتي، نحطه باللاعبين المفضلين، ولو انا ما محتاج الى هذا المركز، اذا اجيبه راح اطلع على سبيل الاعاره يا شباب، لان مركز ميسي، مركز فاتي يلعب به، مركز مبابي يلعب، يعني كثير لاعبين يلعبون بهذا المركز عندي. وهذا اللاعب اللي انا قلت اشتريه بس يرجع صغير، 74 طاقته، عمره 16 سنه، لوكا مودريتش، فراح اخليه يا شباب باضافه لقائمه اللاعبين المفضلين، برايكم هل نحتاج مودريتش او لا؟ طبعا هاي نتائج مباريات فولهام وويست هام وايضا بورلي، فزنا عليهم 3 مباريات انتصارات على التوالي، شيء رهيب. الحلقه الجايه عندنا هذه المباراه مهمه ضد ايفرتون، مباراه توتنهام اكيد يا شباب مصيريه بالنسبه للدوري، وعندنا مباراه نوتنغهام بعد. هذا ترتيب الدوري حاليا، فارق نقطه واحده على الليفر، نقطتين على توتنهام، الدوري بدا يعني يشوف يا شباب الثلاثي بالمقدمه، اعتقد هم اللي راح يبقون بالمقدمه، الا نتيجه مباراتنا ضد توتنهام ممكن تاثر عليهم، ممكن حتى مباراتنا ضد ايفرتون يا شباب، امور راح تصير اكيد بالحلقه الجايه. فكل اللي اطلبه من عندكم اللايك والاشتراك، تفعيل زر التنبيهات، شكرا للمشاهدة، وبس في أمان الله.